السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم سأقدم لكم طبق سباغيتي بكرات اللحم المفروم والخضار في الفرن. تابعوا معي طريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير، سنحتاج إلى سباغيتي خالية من الجلوتين، استعملت هذه النوعية، نحتاج فقط 250 غرام. عندي هنا بصل مفروم وبقدونس مفروم. سأحتاج أيضا لكريات اللحم المفروم اللي تبلتها مسبقا. هنا عندي الفلافل الألوان، كيبقى اختيارية. عندي هنا القليل من البازيلا اللي غادي نسلقها من بعد ونستعملها. عندي هنا صلصة الطماطم، طبعا الخالية من الجلوتين، يمكن استعمل الطماطم العادية. وعندي هنا البهارات المكسيكية اللي كتصلح كثيرا في المعجنات، كندير فيها نصف ملعقة ديال الكمون، نصف ملعقة من الملح، نصف ملعقة من الإبزار أو الفلفل الأسود، نصف ملعقة بابريكا، نصف ملعقة بودرة ثوم، نصف ملعقة بودرة البصل، والقليل فقط من القرفة، القليل من القرنفل، ونصف ملعقة من الأوريغانو، والقليل من النشا. وهنا عندي زيت الزيتون اللي غادي نستعمله طبعا في الوصفة. غناخد هنا واحد طنجرة غادي نضع فيها ورقة غار والقليل من زيت الزيتون والملح، ونخلي فوق النار يغلي قبل ما نضع فيه سباغيتي ديالي. هنا غادي ناخد واحد المقلاة ونضع فيها ورقتين من الغار، القليل من زيت الزيتون، وعندما كيسخن لنا الزيت كنضيف البصل ديالي، كنتركه لمدة دقيقتين يتقلى قليلا، وبعد ذلك كنضيف ليه الفلافل الألوان ونخليهم تيتقلاو جيدا ونضعهم جانبا. هنا في نفس المقلاة سأضع كريات اللحم المفروم وغنخليهم تينضجوا جيدا، وبعد ذلك غنضيف لهم هذاك البصل والفلافل اللي قلينا من قبل، غادي نضيفهم لهذا الخليط هذا. بعد ما تقلت لنا المكونات جيدا، سأضيف لهم صلصة الطماطم، وبعد ذلك سأضيف لها أدوك البهارات المكسيكية كتعطي واحد النكهة مميزة لهاد سباغيتي. وأيضا سأضيف نصف كأس من الماء ونخلي الخليط تتشرب لنا ديك الصلصة. وآخر مرحلة غندير رشة من البقدونس. وها هي الصلصة، صارت عندي جاهزة، كنوضعها على جنب. عندما كيغلي لنا الماء جيدا كنوضعو فيه سباغيتي، وكنحاولو نحركوها في وسط الماء باش ما تلتصقش لنا مع بعضها. فاش كتنضج كنصفيوها وكنغسلوها بالماء البارد. غناخدو الإناء اللي كيدخل الفرن، غادي نفرغو فيه هاديك سباغيتي، وغادي نوضعو فوقها صلصة الطماطم مع اللحم المفروم. بعد ذلك غادي نضيف ليها البازيلا أو الجبانة،
وغادي نمزج المكونات جيدا. من بعد غادي نحاول نرش القليل من الجبن، نخلط المكونات مع بعض من جديد. هذه الوصفه كتجي رائعه ولذيذه بالنسبه للاشخاص اللي كيحبوا المعجنات. هنايا كنت محضره القليل من صلصه البيشاميل، كنوضعها فوق الوجه، كنوزعها بالتساوي، وبعد ذلك غادي نرش من جديد القليل من الجبن المبشور، وغادي ندخلها للفرن على درجه حراره 180 من فوق وتحت فقط مده ربع ساعه، فقط يذوب لنا هذاك الجبن وكنخرجوه. هذا هو الشكل ديالها بعد خروجها من الفرن، نحاول نوضعها معكم في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعة جدا ولذيذة مع دوك الخضار، كيكون واحد الانسجام في النكهات خصوصا بهذوك التوابل المكسيكيه. نتمنىكم ان شاء الله تكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات جديده دائما في وصفات خاليه من الجلوتين. اترككم في امان الله، شهيه طيبه والى اللقاء.